السلام عليكم شباب، اليوم راح اعطيكم رايي ومراجعتي وتقييمي للعبة نيو الجزء الثاني اللي هو نيو 2. اول شيء، اول ما لعبت اللعبة وصلت عند ثاني رئيس في اللعبة وحاولت وياه كثير لدرجة اني خلاص يعني طلعت عن طول طفشت، يقولون يعني لدرجة اني بغيت ارسل رسالة حق سوني واقول لهم خلاص يعني ما بقدر اكمل اللعبة واللعبة وايد صعبة وسامحوني يعني ما بقدر انزل لها مراجعة. هذا صادني من اول يوم لعبت اللعبة، لان اللعبة صعبة لدرجة غير طبيعية في البداية، وايد 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 صعبة. فالحين انا بتكلم لكم عن اللعبة هاي، بس كان موقف صادني بغيت اقوله قبل المراجعة يعني. فاول شيء بقارن نيو 1 ونيو 2، اللعبتين تقريبا 80% متشابهين، يعني ما في وايد فرق بينهم. نوعية الجيم بلاي في اللعبة نفس العاب دارك سولز، اللي لعب دارك سولز يعرف شنو نيو، اللي لعب نيو بيعرف شنو نيو 2. طبعا الشيء الوحيد اللي شفته الفرق بين نيو 1 ونيو 2 كان اشياء تاخذها من الوحوش في اللعبة تستخدمها، يعني سبيشل ولا باورات الوحوش، تاخذ قواتهم وتستخدمهم في اللعبة. هاي الشيء كان وايد حلو، يعني انك تستخدم قوة الوحش اللي انت تبي. كل وحش في اللعبة تقريبا يقط لك هالباور، يعني اي وحش انت خاطر تستخدم قوته تقدر تاخذ قوته وتستخدمها باللعبة. هاي يعني اضافة وايد حلوة انا يعني عجبتني باللعبة. اما الاشياء الباقية فكلها نفس الشيء، مع يعني حتى بعض المراحل كانوا نفس الشيء. في سلاح واحد زايدين زيادة اللي هو السويتش جليف، سلاح الجرم ريبر، اما السلاح الباقي نفس الشيء. بخصوص لو اقارن بالقصة مثلا، القصة تعتبر عن تعرفون الحضارات اليابانية، في اليابان يعني بين الهيومنز الاوادم مثل البشر وبين اليونكاي، اليونكاي هو الوحوش يعني. فالقصة صار بين هالاثنين قاعد يتحاربون مع بعض وصايرة نفس حرب بينهم، فالقصة تدور على هالشيء. العاب بالاخص يعني هالنوع من العاب القصة بالنسبة لي انا مو وايد مهمة، يعني نفس العاب الدارك سولز. اللي بيلعب العاب دارك سولز وبيلعب العاب نيو او بلاد بورن وهالالعاب يعني القصة مو وايد مهمة قد الجيم بلاي. اكثر شيء باللعبة عجبني اللي هو الجيم بلاي، الجيم بلاي في اللعبة وايد حلو يعني ضابطينه، واللي لعب نيو 1 بيعرف اسلوب لعب نيو 1. طبعا اذا انت لعبت نيو 1 وما عجبتك ما راح تعجبك نيو 2، لان نفس اسلوب اللعب مع اضافات بسيطة فقط. ويعني اللعبة هاي ما تلعبها حق القصة، تلعبها اكثر شيء حق الصعوبة وحق الجيم بلاي مالها والايتمات اللي فيها، لان اللعبه مشحونه ايتمات، يعني كل شيء يطيح لك غير عن الثاني، كانك قاعد تلعب لعبه ام ام او ار بي جي، يعني كل شيء يطيح لك لون ثاني ولا خواص داخله وارمر ودمج، كل شيء غير يعني. فيبي له واحد يقعد في اللعبه يتكي ويحط له شيشه على صوبه وهو يلعب ويشوف الايتمات، يعني لعبه عميقه كلش، الريبلاي فاليو مالها عالي، لان تقدرون كل مره تطورون من روحكم اكثر واكثر. الشيء الثاني اللي بغيت اتكلم عنه اللي هو الشيء المهم، اللعبه بالنسبه لي انا عجبتني وايد، انا استمتعت باللعبه، لكن في مشكله باللعبه مثل ما ذكرت لكم قبل المراجعه، الصعوبه باللعبه يا الهي شيء غير طبيعي، يعني خصوصا في بدايه اللعبه. يعني مثل ما قلت لكم انا بغيت خلاص يعني اقول حق الشركه سوري ما بقدر انزل مراجعه، ما اقدر اخلص اللعبه. شيرت عند البوس الثاني اللي تقريبا 3 ساعات ما قدرت اطيحه وكان وايد صعب. مشكلة اللعبة من بداية اللعبة أنا ألعبها لين نهاية اللعبة أموت في ضربة أو ضربتين، بالكثير 3 ضربات يعني من وحوش عادية حتى مو من رؤساء. فيعني هاي أحسها عيب في اللعبة، إنه يعني يمكن واحد ممكن لاعب بالدنيا محترف، يعني أنا ما أعتبر روحي محترف يعني، فما بالك في الناس اللي بيلعبون كاجولي يعني، فشو راح يستمتعون في اللعبة؟ بيلعبها يمكن ما بيوصل حتى حق أول رئيس، بيموت في أول يمكن 10 دقائق باللعبة ما بقدر يواصل فيها. فهاي أنا أشوفها عيب، لأن هاللعبة مو مخصصة حق جميع الناس، مخصصة بس حق المحترفين في هذا الألعاب يعني. فمثل ما قلت لكم يعني هاي أنا أشوفها يعني مشكلة باللعبة. وفي ديمو نزل بالستور، تقدر الواحد يقدر قبل الله يعني يشتريه يقدر يشيك الديمو حق يشوف اللعبة شلون. الشيء اللي يعني كان وايد دائما يحمسني في اللعبة اللي إنه لأن كنت أروح حق رئيس وكنت أموت وأموت وأموت وأرجع أقول خلاص اللعبة مو بحلوة ما راح ألعبها، راح أقيمها راح أعطيها 1/10 خلاص اللعبة كلش تعبانة، لكن لأن أقتل الرئيس أحس بالراحة، أحس إن أنجزت إنجاز عظيم يعني سويت، إن قتلت الرئيس وأقول خلاص أسحب كلامي يعني. ففي هالشعور في اللعبة إن أول ما تقتلون رئيس في اللعبة تحسون لايك إنك ارتحت وخلاص، آه ارتحت إنجاز
هاي الشيء يعني اكثر شيء يعني نتحمس فيه في اللعبه نقتل الرئيس، يجيك شعور غير طبيعي من الراحه يعني. وبعد شيء واحد باللعبه حاسبه حق الوحش الاولي، اول وحش يطلع باللعبه انا اعتبر اقوى وحش باللعبه، اول وحش اللي تشوفونه قرعه كذي ولابس هاف اللون وعليه شعرتين كبابتين على راسه، هاي اعتبره انا اقوى وحش باللعبه يا اخي، وحش غير طبيعي لنهايه اللعبه مغربلني كان. بالنسبه للجرافكس انا شفت الجرافكس عادي حق مثلا احنا في سنه 2020 كانوا يقدرون يطورون الجرافكس اكثر، لكن الشيء اللي عجبني اكثر شيء باللعبه انك تقدر تلعب اللعبه على اطار 60 فريم 60 فريمز يعني 60 اف بي اس تقدرون تلعبون هاللعبه، هاي اكثر يعني اكثر شيء عجبني بهالناحيه. وتقدرون اذا واحد ما يبي 60 فريم يقدر يلعبها على 30 فريم بعد في موجود الاوبشن. الاكثر شيء اللي عجبني بالجرافكس في اللعبه مو بال يعني مثلا ان الجرافكس واو، الارت باللعبه، الرسم، اشكال الوحوش، اشكال الاسلحه، اشكال الشخصيات، هالاشياء جذبني اكثر من مثلا جرافكس يكون يعني. فالارت في اللعبه الرسم وايد وايد حلو، خصوصا اشكال الوحوش يعني شلون مصممين هالوحوش، اشكال كلش غلط تخوف، واحد يجي له كوابيس في الليل نشوف هالوحوش يعني صدق اليونكاي وحوش في اللعبه اشكالهم غلط، في وحوش واحد يقول اعوذ بالله لنجوم يعني اشكال والله الله يراويك ياهم يعني. فبالنهايه بغيت اقول ان هاللعبه يعني تقريبا نفس نيو 1، اللي حب نيو 1 بيحب نيو 2 وشوي زياده، لكن اللعبه وايد صعبه يعني نزلوا الديفيكولتي شوي في اللعبه حق الناس تقدر تستانس باللعبه، حطوا لهم ايزي مود حق الناس تقدر تستانس في اللعبه. والشيء الثاني اللي بعد ما عجبني باللعبه في رلم تدخلوني يصير دارك رلم يسمونه، اللعبه تصير ابيض واسود، هذا الشيء شوي ما عجبني باللعبه يعني شوي الالوان تصير غير، واللي واحد عنده مشكله بعد بالنظر راح يدوخ في الموضوع. بس اللي بغيت اقول الحين بالنهايه اللي يحب العاب السولز وبالاخص اذا لعب نيو 1 وحب نيو يشتري هاللعبه وصدق بيستانس فيها، ولانها بعد وايد وايد صعبه. لكن اللي مثلا ما يحب هالنوعيه من الالعاب ما راح تصلح لها اللعبه وراح يقول ان اللعبه يعني مو حلوه لان وايد صعبه بالنسبه له ومو اسلوبه، مو اسلوب اللعب يعني اللي هو يعجبه. فاللي يحب العاب الدارك سولز والعاب النيو يشتري هاللعبه، ولا ما يحب طبعا على راحتك. وبغيت اتكلم لكم عن التروفي، طبعا التروفي النيو 2 تقريبا نفس نيو 1 لكن التفريم فيه اكثر. صعوبة اللعبة اول ما تبتدي اللعبة بتكون 8 من 10 حق البلاتينيوم بتحسها كذي، لكن عقب ما تطوف البوس الرابع والخامس تدريجيا الصعوبة راح تقل، راح تصير يمكن 5 من 10 كذي، يعني اللعبة تصير اسهل كل ما انت تطور من نفسك اكثر في اللعبة. الوقت المستغرق حق البلاتينيوم من 100 الى 150 ساعة يعتمد على لعبك يعني انت وفنك، من 100 و 150 بين 100 و 150 ساعة. فتقييم البلاتينيوم النهائي راح يكون صعوبتها يعني 5 من 10 نهاية اللعبة، لكن بداية اللعبة راح تكون 8 من 10، فأنتوا تشوفوا شلون وازنوا الموضوع. وتقييمي النهائي الشخصي للعبة نيو 2 8 من 10، أعطي نيو 2 8 من 10، صراحة وايد استمتعت باللعبة. والشيء الثاني تقدرون تلعبونها كواب أونلاين مع أصدقائكم، هاي أحلى شيء بعد في اللعبة. وإن شاء الله عجبتكم المراجعة، ولا تنسون زر اللايك والسبسكرايب والفولو والشير والكومنت.